بنرحب بحضراتكم مره تانية ومعاكم دلوقتي صباح الخير يا مصر من طابه عشان نحتفل معاكم بالذكرى ال 34 لاسترداد طابه. صحيح بنتكلم عن هذا الانتصار ورجوع هذه الارض مره اخرى لمصر، لكن الانتصار ما بيوقفش هنا. الانتصار كمان يلزمه تنميه، يلزمه تطوير، يلزمه الاهتمام بكل ما يتعلق بالإنسان المصري. يمكن دي من أهم أهداف وأولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. أهميتها يمكن هي في المجمل معنية أكتر بالاستثمار في البشر. لما نيجي نتكلم عن الاستثمار في البشر، ده معناه مشروعات مهمة جدا وكبيرة وتطوير كبير جدا في قطاع التعليم، أيضا استغلال النشأ وتنمية قدراتهم البدنية والعقلية، حتى الاهتمام بمواهبهم، لأن هم اللي بيعتبروا فيما بعد هم سفراء مصر وهم قوتها الناعمة. خلينا أعرف مع حضراتكم إيه اللي حصل في هذين القطاعين تحديدا، التربية والتعليم والرياضة أيضا في جنوب سيناء. معانا الأستاذ محمد عقل مدير مديرية التربية والتعليم في جنوب سيناء، أيضا الأستاذ محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء. صباح الخير على حضراتكم، منورنا في صباح الخير يا مصر، كل سنة وحضراتكم طيبين. حضرتك طيبة وشرفتونا، وكل سنة والشعب المصري كله بخير وسعادة بعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء وذكرى ارتداد طابة الحبيب. اهلا بكم. اهلا بكم. طيب في البداية هبدأ مع حضرتك يا استاذ محمد، واحنا بنتكلم عن قطاع التعليم، هو قطاع مهم جدا، قطاع كمان بيؤثر بشكل مباشر في الانسان، واحنا بنتكلم عن هذا القطاع تحديدا، ايه اللي حصل في جنوب سيناء في التعليم تحديدا؟ حقيقة الحمد لله، يعني جنوب سيناء بتسير بخطى ثابتة، بتنفذ خطة الدولة المصرية 2030 في قطاع التعليم، سواء بتطبيق المناهج الجديدة اللي بدأناها من 5 سنوات وصلنا إلى الصف الخامس هذا العام، أو في نظام تطوير امتحانات الثانوية العامة، وده ماشيين بخطة ثابتة من كل الاتجاهات، نزود التطبيق العملي داخل الميدان أو من البنية التحتية المناسبة سواء للثانوية العامة أو للمباني اللي بيطبق فيها النظام الجديد، المنهج القائم على تنمية المهارات الحياتية للطفل وبناء الشخصية المتكاملة، اللي بتمد من خلال المنهج ده بيمد مجموعة من المعارف المتكاملة، إلى جانب أيضا بيهتم بزود اللي هي بناء شخصية قوية تستطيع أنها تعتمد على نفسها، تقدر تفكر ما تحفظ. ده اللي وصلنا ليه السنة دي للصف الخامس، وكان ليه مردود أثر طيب، لأن المنهج بيعتمد أصلا على ممارسة الأنشطة من جميع زواياها حسب رغبات الطلاب، ومعد اعداد يتفق مع المعايير العالميه. الحمد لله يعني قطعنا شوط كبير فيه، الى جانب ملف التعليم بيحظى باهتمام جيد او على اولويات سياده المحافظ اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وبيدعمه دعم متميز، ويمكن حضرتك هو اطلق مبادره لتعريف طلاب مدارس جنوب سيناء بإنجازات الدولة المصرية بالمشروعات القومية من 2014 حتى يومنا هذا، والمبادرة دي الحمد لله يعني كانت هنتكلم عن تفاصيل هذه المبادرة لأنها مهمة جدا. لكن خليها أروح لأستاذ محمد فتحي، يعني واحنا بنتكلم عن استغلال النشأ واستغلال طاقتهم اللي بالحقيقة كبيرة جدا، ايه اللي حصل في مجال الرياضه تحديدا في جنوب سيناء؟ مراكز الشباب اعدادها كانت ايه، دلوقتي بقت ايه؟ لو تقول لنا التفاصيل اللي حصل يا فندم. هو في الفتره الاخيره الحمد لله البنيه التحتيه في كل مراكز الشباب، هي مش الموضوع ان انت ما بقاش عندك مركز شباب وما فيهوش امكانيات داخليه، لا طبعا مركز شباب مؤهل ففكره التطوير اللي حصلت، احنا طورنا تقريبا 100% من مراكز الشباب اللي موجوده، بقى عندنا كل المراكز الشباب فيها ملاعب نجيل صناعي، بقى عندنا مكتبات موجوده فيها صالات كمبيوتر، ده بيتيح التنمية المستدامة، وبنساعد قطاع التربية والتعليم ان الولاد يقضوا وقتهم في مكان يليق بيهم، بيقدم لهم خدمة رياضية ثقافية فنية كويسة. يمكن الحمد لله احنا الناتج ده ظهر ان بقى عندنا ابطال جمهورية في كذا لعبة، يمكن كان عندنا احنا ما كناش على الخريطة الرياضية في الالعاب المختلفة، ولكن في الفترة الاخيرة الحمد لله بقى عندنا ابطال جمهورية، ويمكن كمان الجديد ان المرأة السنوية بقت بطلة جمهورية في المصارعة، بقت بطلة جمهورية في الجمباز، وده شيء كويس في الخطة اللي احنا ماشيين بيها. يمكن احنا عندنا ابطال الجمهورية لسه في الناشئين يعني تحت 16 سنة،
ولكن وجودهم وتواجد ان في ابطال من جنوب سيناء مع بعد هذه المسافات الكبيره بيننا وبين القاهره مثلا وجود الابطال دول في اماكن زي جنوب سيناء ده حاجه كويسه طبعا. يمكن يعني الدكتور اشرف صبحي واللي هو خالد فوده يعني مدعمين جدا لكل الابطال الرياضيين اللي موجودين على ارض جنوب سيناء، ويمكن سياده المحافظ كمان عامل مكافاه ماليه وتكريم لاي بطل بياخد اول او ثاني او ثالث على مستوى الجمهوريه في كل الالعاب. يمكن مؤخرا كمان ولادنا البدو اصبحوا كمان ابطال جمهوريه في الكيك بوكس، ويمكن احنا الرياضات اللي فيها الولاد مميزين شويه عشان الطبيعه الجبليه والسنويه الحمد لله احنا ركزنا عليها في الفتره الاخيره وابتدينا ان احنا نطورها وابتدينا ان احنا ناخد بالنا منها. زي ايه الرياضات دي؟ يعني الكونغ فو، الكيك بوكس، المصارعه، الملاكمه. يمكن الطبيعه الجبليه شويه مديه الحديه في في الطبيعه للولاد والنشأ، واحنا استغلينا ده ان احنا نطوعه في الرياضه، نطوعه الفايده ليهم، نطوعه ان هم يبقوا ابطال جمهوريه، وبنامل ان شاء الله ان يكونوا كمان عنوان لمصر كلها في المنتخبات القوميه باذن الله. بإذن الله. طيب هرجع مره اخرى استاذ محمد عقل لحضرتك. خلال حديثك تطرقت لمبادره ومسابقه اطلقها كمان طبعا سياده المحافظ خالد فوده، معنيه اكتر برفع الوعي عند الطلاب باهميه المشروعات والتنميه اللي بتحصل دلوقتي في مصر بشكل عام، كمان فكره انه رفع الوعي او ان احنا نعرف ولادنا تاريخ مصر، ازاي مصر قدرت انها تسترد حقها مره ثانيه. عايز اسال حضرتك عن هذه الخطه، وعايز اعرف كمان من حضرتك ردود افعال الاطفال ايه لما بيعرفوا اكتر، ان كان حتى عن تاريخ مصر او عن المشروعات اللي بتقام حاليا. ده حضرتك اللي تم بالفعل، وكان هدف المبادره لسياده المحافظ اطلاقها رفع الوعي لدى الطلاب مدارس جنوب سيناء بالمشروعات، وخاصة أن جنوب سيناء بتحظى بكم كبير من المشروعات القومية على أرضها، وده عملناه يعني من خلال زيارة لايف للأولاد وشافوها بنفسهم. ولكن الهدف الأسمى للمبادرة لسيادة المحافظ أن طبعا حضرتك عارف تطور التواصل الاجتماعي والفيسبوك والدعوات اللي ظهرت مؤخرا بتقلل من قيمة هذه المشروعات، فهو عاوز ندي جرعه من الوعي لاولادنا ان هم يفتخروا بهذا الوطن وهذه الجمهوريه الجديده، ويكونوا اهل لها في المستقبل، يحافظوا عليها ويزودوا ان شاء الله في المستقبل لما يكون كل منهم في مجاله وفي في في تخصصه يقدر يدي لهذا الوطن زي ما هو جهز له جمهوريه جديده. وفي نفس الوقت المردود اللي حضرتك بتسالي عنه بالنسبه لاولادنا الطلاب كان هائل جدا، وتفاعل كم الأنشطة اللي نفذوها على مدار المسابقة كان بيعبر فعلا على ان هؤلاء الطلاب على مستوياتهم التعليمية المختلفة، بداية من كي جي 1، اللي تتخيل ان كي جي 1 كان مشاركة بأعمال في هذه المسابقة لحد ثالثة ثانوي، يعني عندي مرحلة ابتدائية وإعدادية وثانوية كله شارك في هذه الفعاليات. ايه بقى الأنشطة؟ الأنشطة دي كلها عبارة عن كل الأنشطة اللي اشتركت فيها، سواء الشعر أو التربية الفنية أو الموسيقى، كل دي تحولت لأعمال فنية تعبر عن المشروعات القومية، سواء بمكتات محاكاة للمشروعات اللي تمت زي مثلا جامعة الملك سلمان هنا عندنا، زي الطرق والكباري اللي تمت في مصر كلها، زي محطات تحلية المية في الثمان مدن عندنا في جنوب سيناء، كل دي كان عبارة عن مكتات. لما الولاد لما تفاعلوا وشافوا المواقع الفعلية لهذه المحطات هي بتنتج المياه من مياه البحر، المياه المحلاة، عملوها مكتات بكل تفاصيل الإنتاج، والشعر ترجم إنجازات دولة في ربوع مصر كلها. مش يعني الجميل إن هو بيتكلم عن المشروعات المصرية مش في جنوب سيناء بس، لا ده في كل جزء من هذا الوطن طبعاً. كان في إنجاز، كان في أولادنا عارفينه سواء في الطاقة البديلة والطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، كل ده كان بيتكلموا عنه ويظهر في أعمالهم، ومازال الزخم هذا موجود في ولادنا ومدرسنا، لأن طبعا أنت عارف أن وزارة التربية والتعليم بتوعنا جامد بالأنشطة، ومعالي الوزير خصص هذا العام يوم للنشاط، يوم رياضي،
وده طبقناه بالفعل، وده عمل حراك جيد وجذب الأولاد للمدرسة. ويمكن احنا الحمد لله عندنا نسبة حضور جيدة جدا، يعني بتصل 90% في كل مدارسنا. ويعني خطة الدولة المصرية طموحة جدا في التعليم، لأن دي أحد تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التربية والتعليم حينما أعلن في جامعة القاهرة في المؤتمر الشباب إن احنا هنعيد بناء شخصية المواطن المصري. وكان الطفل المصري من حقه في التعليم إن هو نبني شخصيته زي ما قلت لحضرتك من خلال منهج. طبعا يمكن ده الهدف الحقيقي، الهدف الأسمى اللي بيتم على أساسه هذه المشروعات. طيب أستاذ محمد، حضرتك تحدثت عن فكرة تأهيل مراكز الشباب، وأيضا حتى يمكن من خلال البنية التحتية، ويعني عدة نقاط. عايز أسأل حضرتك عن فكرة تأهيل هذه المراكز الشبابية كمان لذوي الهمم. هو زي ما حضرتك تفضلت كده، احنا عندنا ملف ذوي الهمم، ملف واخد اهتمام كبير جدا من وزارة الشباب والرياضة. ويمكن احنا عندنا مشروعات كتيرة جدا ومش مهتمية بس بالرياضة. احنا عندنا مكتب الفنون لذوي القدرات والهمم، ده بيوصلهم ان هم كمان يرسموا ويطلعوا الطاقات الفنية اللي موجودة. احنا الحمد لله عندنا ابطال برضو في الرياضة، عندنا ابطال في السباحة من ذوي الهمم، عندنا في الشلل الدماغي موجودين، عندنا فرقة قدم لقصار القامة. الفكرة ان احنا ذوي القدرات والهمم ليس الاهتمام بهم رياضيا فقط داخل مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، ولكن احنا بنهتم بهم فنيا وثقافيا ويمكن في عروض فنية كمان. يعني احنا عندنا مسابقة كبيرة على الوزارة بتتبناها في العمل المسرحي، ويمكن الجميل في الأعمال المسرحية ده بيكون بالمشاركة مع مديرية التربية والتعليم، ولا ده جزء منفصل؟ ده جزء منفصل شوية، لأن برضو في ذوي الهمم أعمارهم مختلفة. في منهم من يعني قضى الفترة التعليمية بتاعته وتخرج، احنا برضو مهتمين بالفئة ديت كويس جدا. يمكن عندنا كمان ذوي الهمم الحركي والفكري، احنا مخصصين لكل فئة النشاط بتاعها. الحمد لله. الجميل بقى في الأعمال الفنية ديت ان احنا بندخل معاهم الأصحاء، بنعمل الدمج. فكرة الدمج ديت عشان هو ذوي القدرات والهمم ما يحسش ان هو مختلف، لا هو مختلف بقدراته اللي موجودة عنده والمكنونة واللي احنا بنحاول نطلعها. حضرتك تتخيلي ان مثلا طفل بيشارك في مسرحية، بيسافر مسابقة كمان ان هو في اطار مسابقة، بيبقى مستني النتيجة. في كمان الفنون الشعبية، ليهم مسابقة في الفنون الشعبية. في كمان الرسم والغنى، ويمكن عندنا أولاد كمان مميزين جدا في التعليق الرياضي. يعني فكرة التعليق الرياضي وإن هو دي موهبة كمان طبعا، ومهتم بالجزئية ديت، إنما يعني بتظهر كمان إن عندهم قدرات مكنونة ومواهب مكنونة. إحنا كمان يمكن عندنا حاجة كبيرة جدا مهتمين بها في جنوب سيناء، يمكن مش القيادة السياسية بس في جنوب سيناء، في جنوب سيناء لا، ده القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية، وهي إحياء التراث، الرياضات التراثية. عندنا مضمار الهجن، وديت رياضة الهجن موروث طبعا ثقافي ورياضي لقطاع كبير جدا من أبناء القبائل على مستوى الجمهورية. احنا أنشأنا في جنوب سيناء أكبر مضمار في الشرق الأوسط، يضاهي المضامير اللي موجودة في السعودية أو دول الخليج عامة. ويمكن احنا في القريب العاجل ان شاء الله ليها طبعا اصلا باع طويل في هذا المجال، في مضمار او في هذه الرياضه تحديدا. ويمكن الاجمل ان احنا بدانا من حيث انتهى الاخرون. يعني كانت الفكره اللي موجوده عند القياده السياسيه سواء سياده الوزير المحافظ او سياده الدكتور اشرف صبحي ان احنا نبتدي اقوياء ونبتدي من حيث انتهى اخواتنا في الخليج، بالخبرات يعني في خبرات الخليج. طيب هرجع مره اخرى لاستاذ محمد عقلي، حضرتك كمان تحدثت عن فكره نسبه الحضور اللي تخطت 90%، لكن احنا يعني يبقى عندنا كده انطباع عن تسرب، يعني تسرب من التعليم خاصه في سيناء او في المحافظات الحدوديه بشكل عام، وخاصه النسبه الاكبر بتكون للفتيات. تمام. احنا الحمد لله سجلنا اقل نسبه تسرب على مستوى مصر،
جنوب سيناء، وده ما وراه برضو مجهود طيب جدا جدا من سياده اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، انه تبنى من عامين فكره تعليم البنت البدوي، والوجاد اتاحه للتعليم داخل الوديان من عادات والتقاليد بتمنعها الانتقال من مكان لاخر عشان تتعلم، وده اللي قدرنا بمجهود سيادته ورجال الاعمال المخلصين ان احنا نوجد 16 مدرسة داخل التجمعات الكبيرة والصغيرة عشان نعمل إتاحة للتعليم. ومش بس كده، احنا وصلنا للتعليم لإتاحة داخل الوديان، لان احنا البنت نوصلها انها تحصل على دبلوم تجاري او دبلوم زراعي، ودول اللي قدرنا نوفرهم داخل الوديان الجبلية زي وادي مندر في شرم الشيخ هنا، والطرفة في كاترين فيها زراعة وفيها تجاري، وكذلك في راس سدر وبورديس. يعني غطينا، وده عمل يعني عمل نقله نوعيه فعلا في تعليم الفتاه في جنوب سيناء، وخاصه من قطين الوديان. وبدات وصلنا ان احنا بتلتحق بالجامعات، وناس تخرجت من دبلوم التجاره في وادي مندر، فتيات طالبه بعينها يعني وصلت اصرت والتحقت هذا العام هذا العام الدراسي بجامعة الملك سلمان فرع شرم الشيخ. أخيرا أستاذ محمد فتحي، وسريعا جدا يعني عذرا لضيق الوقت، حضرتك تحدثت عن كمان نقطة مهمة جدا، وهي فكرة إقامة فعاليات رياضية دولية في محافظة جنوب سيناء. هو حضرتك احنا عندنا بنية تحتية قوية جدا في المنشآت الرياضية في شرم الشيخ. الفترات اللي فاتت كلها كنا بنستضيف بطولات دولية وقارية، يعني في بطولات وصلت ل 91 دولة. لكن الجديد بقى اللي احنا بنفتح سوق للسياحه جديد جدا على ارض شرم الشيخ، وهي سياحه المعسكرات الرياضيه. احنا كان يمكن في شهر فبراير اللي فات كان عندنا منتخب الايطالي للمياه المفتوحه، عمل معسكر الاعداد بتاعه طول شهر 2 وجزء من شهر 3 كمان، واعقبوا الفرق ايطاليه زي نابولي في السباحه، عملت معسكرات الاعداد بتاعتها على ارض شرم الشيخ. الفكره ان في ابطال اولمبيين كانوا موجودين على ارض شرم الشيخ بيتدربوا للاولمبيات اللي جايه ان شاء الله. طبعا كل لاعب دولي عنده ملايين الفولورز طبعا، اكيد فكره ان هو يتحرك في شرم الشيخ، يتحرك جوه المنشآت بتاعتنا الرياضيه ويتصور ويبعت ويعلن عن الاماكن اللي هو كان موجود فيها على الفيس بتاعه. ده الفولورز ده بنعمل دعايه للسياحه طبعا، من افضل انواع او خطط الترويج لمصر اكيد، ويمكن ده كمان ترويج فعلي، يعني بيشوفوا المعامله وبيشوفوا حتى وبيتابعوا اراء كمان الرياضيين زي ما حضرتك تحدثت. بشكر حضراتكم جزيل الشكر، استاذ محمد عائل مدير مديريه التربيه والتعليم في جنوب سيناء، ايضا الاستاذ محمد فتحي مدير مديريه الشباب والرياضه بجنوب سيناء. كل سنه وحضراتكم طيبين مره. طيب حضراتكم، متشكرين وشرفتونا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا لسه مستمرين معاكم في هذه الحلقة الخاصة من طابة للاحتفال بالذكرى 34 باسترداد أرض طابة.